وخليني اجي بطلنا الكبير طبعا كابتن اسلام صاحب الست ميداليات. كلمني يا كابتن عن انجازك الاول، الست ميداليات في ايه وكم ذهب وكم برونز وكم فضه، يعني احكي للساده المشاهدين على انجازك الكبير اللي حققته في بطوله افريقيا. والله انا في البطوله ديت لعبت فئه ناشئين وفئه كبار الاثنين، دخلت الاثنين. الاثنين اه ما شاء الحمد الله. لله حققت 4 ذهب في الناشئين وعملت ذهبيه المجموع في الكبار وبرونزيه المنافسه. طيب في الناشئين انت شاركت في كام منافسه؟ 4؟ يعني الـ4 اللي شاركت فيهم خدت الذهب، ولا شاركت في حاجات تانية يعني منافسات تانية؟ والله هو الحقيقه انا مش عارف هو اللي حصل مع اسلام بالنص، يمكن هو النقطه دي تايهه عنه، ان هو عمل اول ناشئين افريقيا ما شاء الله ذهب، وبعدين التصنيف الثاني اول ناشئين افريقيا المفتوحه حتى من الدول الاخرى اللي مشاركه، هو عمل عليهم اول ما شاء الله. بعدين بنحسب المجموع بتاع افريقيا وافريقيا المفتوح، عمل اول ما شاء الله. بس كمل يعني انت إسلام. يعني انت كان منافسات مع كام لاعب بالتقريب كده اسلام؟ هو انا مش متذكر كعدد كبير. اه طبعا عدد كبير مش متذكر. ما شاء الله كان ما شاء عدد الله. كبير. يعني احنا انا بتكلم ليه، ان احنا عندنا بطل مرعب، بسم الله ما شاء الله، بطل مرعب. الله يبارك لك. طالع يعني بقوه الصاروخ كابتن مصطفى، يعني بيقول ان عليك ما شاء الله، يعني انت كبطل او يعني احد ابطال العالم في الناشئين، منتظر لك ان شاء الله نفس الكلام تبقى في مع المنتخب الكبير باذن الله ان شاء طب الله. يعني خلينا نتكلم على الاستعداد للبطوله، بداتوا ازاي؟ من امتى بتستعدوا ليها؟ خاصه ان كان في فتره كورونا دي كانت وحشه على الكل، كله كان احنا تقريبا قاعدين في بيوتنا. استعديتوا ازاي للبطوله دي وبدات قررتوا الاشتراك امتى؟ يعني كلمنا عن تفاصيل ما قبل البطوله. هو احنا عسكرنا قبل البطوله بشهرين زي ما كابتن مصطفى قال لحضرتك كده، الالتزام كان النوم بتاع ضغط في ميعاد والاكل في ميعاد التمرين في والتدريب في ميعاد. ميعاد. ففي الشهرين دول الحمد لله عرفت ايه ارجع لمستواي بسرعه، والحمد لله انا كنت داخل المنتخب 160 كيلو عملت 15 كيلو زياده، هي 175 بس سجلت في البطوله 170 كيلو، لان حضرتك عارف رهبه البطوله برضو. طبعا طبعا لازم بتنزل سنه، اه انت لو عايز تجيب رقم في التدريب لازم تلعب. اه طبعا عشان في البطوله بتنزل شويه، لان تنزل الرهبه والخمضه طبعا شويه. ده طبيعي، وده طبيعي. يعني انت جبت في البطوله 170 بس انت رقمك اللي بتجيبه في التمرين عادي 175. 175 ممتاز ممتاز. طب اقرب المنافسين ليك كان كام؟ خلي بالك ده مؤشر برضو. اقرب المنافسين ليا كان بيتراوح من 140 145. بسم الله ما شاء الله. فهو طبعا الحمد لله كان كتير. كان راكب الميزان من بدري ما شاء الله، ضرب كتير يعني. بنتكلم فوق 150 مثلا، احنا بنتكلم في 170. بسم الله ما شاء الله. يعني انت راكب الميزان ب ب ب ب يعني مرحله دي نقطه كمان بتميزه، بتميز اسلام على انه ان شاء الله هو طالع بشكل كويس، لان هو منضبط رياضيا جدا واضح يا كابتن ودراسيا برضو على التوازي. بتدرس ايه؟ بتدرس ايه اسلام؟ تدرس ايه قول لي؟ بدرس تجاره. فعلا والله برافو عليك. اولى مواظب وبتروح وكل حاجه وبتحضر. اه الحمد لله. برافو الحمد عليك. لله.